دراسة وتقييم ما تم التوقيع عليه ونتائج المؤتمر في بعد دقائق من انتهائه. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي على الهواء مباشرة. برحب بسيادة اللواء إيهاب يوسف المتخصص في إدارة المخاطر الأمنية. برحب أيضا بالدكتور أحمد أبو النور أستاذ الاقتصادات الحرجة والأزمات بالجامعة الأمريكية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. دكتور أبو النور، خلينا نبدأ الأول بتقييم كده لرؤية الحصاد المؤتمر اقتصاديا. معظم الآراء بترى حتى الآن أنه كان أكبر من التوقعات، لكن كانت إيه هي التوقعات حتى نستطيع أن نقارن بينها وبين نتائج المؤتمر؟ التوقعات المبدئية كانت الحقيقة بتتكلم عن يعني كحد أقصى يعني لا يزيد التوقع عن 60 مليار مقسمة على 4 سنوات بمعدل متوسط 15 مليار دولار سنويا. وبالتالي يعني أنا كان رأيي من الأول إن هو نوع من أنواع محاولة التوقع الحذر، بحيث إن ما يبقاش في إسراف بالظبط كده، ما يبقاش الإسراف رسمي زي صفر المونديال القديم لو حضرتك تفتكريه. في إسراف في التوقعات وفي الأحلام اللي بناها الناس على هذا المؤتمر والإعلام والتركيز عليه كما لو كان هو اللي هيقدم الحل السحري لكل المشاكل. لا، هو هقول لحضرتك هذا مجتمع حرم من التنمية لسنوات وعقود طويلة. الفترة بتاعت عصر مبارك المجتمع ده دخل في الفريزر، جمد، بالتالي وقف عند حيز معين وكان يضر المجتمع بافتعال أزمات لنظام بص العصفورة على ما سياق آخر يعدي محدش يشترك فيه. فكان سياق ملبد بمشاكل ومشكلات مفتعلة. يعني عايز أقول لحضرتك إحنا كنا في حالة جمود. أنا النهاردة كان في أحد التلفزيونات العربية كان بيسألني بيقول لي طب ما قلنا بتاع اقتصاديات حرجة، طب هل إحنا كنا قبل فترة الحكم الرئاسي الحالي كنا فترة اقتصاد حرج بالفعل؟ قلت له لا، ما كناش اقتصاد حرج. اقتصاد حرج ده معناها زي المريض اللي في غرفة العناية المركزة، أكسجين ونقل دم ومش عارف إيه، ده عايش بصعوبة. في على مستوى عرف الدول بالظبط كده دولة أوشكت إن هي تفلس، مفيش دولة بتفلس، بالمناسبة اللفظ ينطبق فقط على الشركات، لكن اللي هي بتتوقف عن التعامل مع العالم الخارجي واللي عليها ما تقدرش تدفعه، ولو كانت شركة كانوا أشهروا إفلاسها وباعوها. فإحنا لم نصل لهذا القدر. قلت له بدليل، معقولة واحد في غرفة إنعاش هيطلع على الماراثون يجري زي ما جري دلوقتي في 6-7 شهور؟ لا، انت كنت مكبل بطاقاتك وامكاناتك مكبلة، ولم تكن في حالة اصلا، انت لم تختبر اقتصاديا اختبار حقيقي جوه المجتمعات النهضة. فبالتالي اللي حصل لحد اللحظة اللي احنا جواها دلوقتي مش يفوق التوقعات. التوقعات وضعت بحذر، حتى ان جت النتائج بافضل منها الحمد لله احنا انجزنا كويس الحمد لله. فبالتالي ده انا عايز اقول حاجه تانية، يعني في شيء غير ملتفت ليه كارقام. حتى كنت لسه بتكلم مع سياده اللواء ومع الاعداد واحنا بره لما بنتكلم عن الارقام، وان الارقام ديت لا، ده في اكتر من كده. يعني على سبيل المثال لو مشروع بيتكلف مليار دولار على سبيل المثال، هذا المشروع محسوب في التعاقدات والتفاهمات اللي تمت انه مليار. المشروع ده لما يتنفذ على ارض الواقع ممكن تفاجئ ان هو أصبح جنبه 5-6 مليار بيخدموه. شركات الخدمات البترولية مثلا متى تنشأ وأين تنشأ؟ لما يكون في شركات حفر، شركات تنقيب، شركات إنتاج، شركات تكرير، بتيجي جنبها شركات الخدمات البترولية دي. بس ما كانش معمول حسابها في التعاقدات اللي اتعملت والتوقعات بتاعت الطاقة. وده هيخلينا نسأل كمان على فكرة الاقتصادات، يعني هل الاتفاقات دي المشروعات دائمة ولا مشروعات مؤقتة، وإيه حجم الدائم منها وإيه حجم المؤقت وحجم العمالة اللي هتشغلها. وعايز أسأل كمان سيادة اللواء على فكرة المخاطر الأمنية، يعني عندما كيف تحسب مثلا في الجدوى الاقتصادية بالنسبة مثلا للدول اللي جات وأقبلت على هذا الاستثمار. لكن اسمحوا لي أن أشرك معي سريعا الأستاذ شريف عبد الفتاح نائب رئيس شركة شنايدر الألمانية، إحدى الشركات التي شاركت في هذا المؤتمر. وعايز أعرف من حضرتك الحافز لدى الشركات القطاع الخاص الأجنبية التي شاركت في هذا المؤتمر. ألو، أيوة أستاذ شريف، حضرتك سمعني؟ أهلا وسهلا بحضرتك. بسألك عن الحافز اللي دفع الشركات أجنبية للمشاركة في هذا المؤتمر، إزاي حسبت الأمر وبأي صورة؟ تمام. أنا بس في الأول عايز أوضح معلومة صغيرة. نعم. إن شركة شنايدر هي شركة فرنسية مش ألمانية. أهلا وسهلا، شكرا للتوضيح. أهلا بحضرتك.
طبعا هو انا عايز اقول لحضرتك طبعا كان في حوالي 40 شركه فرنسيه متواجده في المؤتمر، وكان بيمثلها وزير الاقتصاد الفرنسي مستر ميشيل سابان. والحافز حضرتك بتتكلمي عنه ان يمكن فرنسا تعتبر البلد رقم 5 في الاستثمار في، وده لثقتها ان الاقتصاد المصري زي ما احنا الحمد لله استعدنا ثقتنا امنيا وسياسيا، كانت الفتره الجايه دي محتاجه الثقه الاقتصاديه. فالحافز اللي موجود ان مصر مش بس عدد سكانها كبير 90 مليون، ولكن الموقع الجغرافي بتاعها بيجذب كل المستثمرين الاجانب وبيكون هاب لكل الشركات الاجنبيه، وعلى راسها فرنسا اللي تعتبر شركه شنايدر احدى الشركات الفرنسيه الموجوده في مصر. تمام، شكرا جزيلا لحضرتك شريف عبد الفتاح نائب رئيس شركه شنايدر الفرنسيه. برجع لضيفي في الاستوديو بسال حضرتك سياده اللواء على فكره المخاطره الامنيه، كيف بتحسب كلفتها في المشروع الاقتصادي؟ مفيش طبعا، اسمح لي اوجه تحيه للشعب المصري على النجاح بتاع المؤتمر النهارده، سواء كان في حدود التوقع او فوق التوقع، ولكن فعلا في احساس عارم بالامل. دي ده مهم جدا، لان ده جزء من اداره المخاطر. احنا بنتكلم على رئيس الدوله واداره الدوله، لما بتيجي تدير المخاطر اللي موجوده في مصر كان لازم توجد شيء جديد في المعادله هو الامل. لان ده اللي ممكن من شانه ان هو يوجد تنميه، يوجد فرص للاستثمار وحياه كريمه للمواطن، اللي في النهايه هتنعكس على ان هو يبعد عن مجال الجريمه او مجال الانحراف التشدد او التطرف، سواء كنا بنتكلم على معتقدات دينيه او معتقدات ارهابيه او اي مكان. الناس تنحرف عندما تفقد الامل. بالظبط كده فن. وجزء كبير من دراسات الارهاب على مستوى العالم بتقول ان البني ادم بيلجا للارهاب لما بيفقد الامل، لما بيبقاش عنده حاجه ثانيه يعمل. يبقى احنا استثمرنا في الامل، وده اهم استثمار. ده مهم جدا. لما بنيجي نتكلم على الشركات اللي جايه تستثمر في مصر، اول حاجه بينظر ليها بعد الدراسات الجدوى اللي هو بيعملها ويشوف هل المشروع ده ناجح ولا لا. وعشان كان عايز اقول للشعب المصري اذا كان في ناس كتير جت، واذا كان في ناس كتير عايز تستثمر عندنا، متشكرين جدا ليهم، ولكن ده في النهايه بيعود عليهم هم باستثماراتهم في خانه الربح مش في خانه الخساره. يعني هو مش جاي بيرمي فلوس، فمحدش يعتقد ان حد جاي يرمي عندنا فلوس، الناس جايه تدعم اقتصادنا عشان يعود عليهم هم بنفع. ومن هنا يبقى احنا جزء في المعادله الانتاجيه. جزء المعادله الانتاجيه دي الشركات المنتجه بتبتدي تبص على بعد دراسات الجدوى، بتبص على اداره المخاطر. هل انا هقدر احقق نجاحات في السوق اللي انا رايحها؟ هل انا في فرص الاستثمار عندي امنه؟ هل انا هطلع بفلوسي؟ هل الشعب اللي انا هستثمر معاه ده شعب امن ولا لا؟ ده جزء مهم جدا. النهارده رئيس الدوله ورئيس الوزراء اتكلموا على قدره المواطن على العمل وانها لازم تتضاعف، لان التزام الدوله والتزام المواطنين المصريين بسداد اي مديونيات هتترتب على الاستثمار. اي حد كان بيسمع الخطب اللي اتقالت من قيادات الدوله في اليومين اللي فاتوا، كان كل كلمه محسوبه عشان توصل رساله معينه. احنا دوله امنه من ناحيه المخاطر، احنا دوله حتى لو كان في ارهاب مزعوم في اجزاء معينه بصوره معينه، ولكن في النهايه مصر كدوله فيها 90 مليون وموجود عند الدول اللي جت عندنا هنا كمان. نعم، موجود في نفس الدول اللي جت لنا بالظبط عندهم بالظبط. فهي فكره اداره المخاطر للشركات الاجنبيه اللي جايه موجوده، وموجوده في حساباتهم وموجوده في استثماراتهم. احنا بعتقد ان لازم نبتدي احنا نلجا عندنا احنا كمان لاداره المخاطر داخل الجمهوريه، عشان ما يبقاش عندنا حوادث مفاجأة بتصيبنا بنوع من الإحباط في بعض الأحيان، زي ما نشوف مثلا طفل عربية بتخبطه باب مدرسة بيقع عليه، حاجات اللي هي الريسك مانجمنت البسيطة. دهسة الأتوبيس في الحرم الجامعي. بالظبط، حاجات يعني سهل جدا إن احنا نحمي نفسنا بإذن الله سبحانه وتعالى منها، ده من ناحية. من ناحية تانية بنوفر حماية لشبابنا، وبنوجد لهم إحساس إن الدولة قادرة على إدارة مخاطرهم ومخاطر الدولة. وإن المواطن يساوي. فهنا عشان لو عايز أرجع في الجزء ده، هلاقي إن رئيس الدولة اتكلم في ده كذا مرة قبل كده، منها مؤخرا لما دعا مجلس الوزراء مصغر لاجتماع في مكتبه بيكلموا فيه احتمالية قطع الكهرباء في الصيف القادم مع وزير الكهرباء. ده نوع من إدارة المخاطر، ده نوع من ريسك مانجمنت، ان انا انظر كيف ادير مخاطري في المرحلة اللي جاية. فاحنا بعتقد ان احنا لازم نبتدي نتحول لده. ولو هنتكلم على الامن لازم هيخش فيه جزء إدارة المخاطر، لان النهارده لما بتتكلمي على مصر الجديدة او بتتكلمي على القاهرة او تنمية القاهرة في 2030، فاحنا بيبقى لازم يكون عندنا قطاع امن يقدر يواجه هذه التحديات اللي هتكون موجودة في 2030. ازاي نوصل لقطاع الامن ده؟ لكن حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا، وهي فكره ان الاحساس بالامل يحمي ناس كثيره جدا من الانزلاق في سواء التطرف او الارهاب او حتى الجرائم الجنائيه العاديه. وهنا ياتي السؤال عن فرص العمل اللي هتوفرها هذه المشروعات. هل جزء من المساله هي يعني بعض المشروعات اللي تمت الاشاره اليها هي مشروعات انشاءات، وهي مشروعات البعض شايف انها يعني بتوفر عماله مؤقته،
ما بتوجدش فرص عمل دائمة. حجم فرص العمل في تقديرك اللي هتنتج عن هذه المشروعات هتأتي من أي المشروعات على وجه التحديد، وتقريبا هتستوعب قد إيه؟ حضرتك اديتي نموذج للمشروعات اللي بتعتبر العمالة فيها موسمية ومؤقتة تنتهي دي ما تنتهي بانتهاء المشروع. هقول لحضرتك في فرق بين حاجتين بس نفرق بينهم عشان تبقى الأمور واضحة ونقدر نقول العمالة هتبقى فين مؤقتة وفين هتبقى دائمة. هناك ما يسمى إدارة استثمار أو استثمارات، وهناك ما يسمى إدارة مشروعات. إدارة المشروع ده ليه بداية وليه نهاية، بمجرد ما يخلص قفل رجع لشركته الأم يعمل مشروع تاني في حتة تانية أو في نفس البلد. إدارة الاستثمارات، الاستثمار ينشأ كي يستمر إلى ما لا نهاية. معايا حضرتك؟ نعم. فبالتالي ما يحسب على إنه مشروعات مؤقتة إذا عملته مؤقتة. صحيح. ما يحسب على بند الاستثمارات إذا عملته دائمة ما دام هو حي يرزق في عالم الأعمال. بالتالي هذه النسبة ليست نسبة بسيطة اللي هي إدارة المشروعات. إدارة المشروعات ليست نسبة بسيطة، بمعنى إن ما يتعلق بقطاعات التشييد بالنواحي العقارية تحديدا معظم ما فيها وإن كان بيعمل طفرة. صحيح، بس عمالة مؤقتة في النهاية. ولكن الأنشطة الأخرى المغذية لهذا النشاط معظم إن لم يكن كل عمالتها دائمة. طب خلينا نتوقف عند أبرز هذه المشروعات، وهو مشروع إنشاء عاصمة إدارية جديدة. نتوقف عند تقرير حول هذه العاصمة الإدارية وارجع مرة تانية لتزوفي لتقييم المخاطر والبحث عن الفرص في مثل هذه المشروعات. نشاهد. كان التفكير في إنشاء عاصمة إدارية جديدة لمصر هو المخرج الوحيد لمواجهة الزيادة السكانية والتحديات الاقتصادية والاستثمارية. الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفق مع شيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبي على إنشاء العاصمة الجديدة، ووقع الاتفاقية وزير الإسكان مصطفى مدبولي مع الجانب الإماراتي. مشروع العاصمة القاهرة، المركز الإداري الجديد لمصر، هذا المشروع الذي تم تخطيطه وبيتم تخطيطه وتصميمه حاليا بمزيج من الخبرات العالمية والمصرية، ولكن إن شاء الله سيتم تنفيذه بالكامل بأيدي المصريين. يقع موقع القاهرة العاصمة في مكان استراتيجي على طول الطريق بين القاهرة والبحر الأحمر، وستكون العاصمة نقطة محورية في البلاد بهدف إنشاء مدينة تقدم الفرص الاقتصادية. المساحة الإجمالية 700 كيلومتر مربع، التكلفة حوالي 45 مليار دولار. الموقع الجغرافي، تبعد 45 كيلومتر شرق القاهرة، تبعد 25 كيلومتر عن القاهرة الجديدة و32 كيلومتر عن مطار القاهرة الدولي. تتضمن مطارا سيكون من أكبر المطارات في العالم، و90 كيلومتر مربع من الحقول المخصصة لإنشاء محطات كهرباء بالطاقة المتجددة، وسيقام فيها أكبر حديقة خضراء في العالم. قطار يعمل بالكهرباء يصل إلى مطار القاهرة. مدة المشروع العملاق من 5 إلى 7 سنوات. من المتوقع أن ينمو عدد سكان القاهرة الكبرى من 18 مليون نسمة إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2050، وستواجه العاصمة الجديدة هذه الزيادة السكانية. ستعمل على تخفيف الضغط عن الأماكن المزدحمة وتلبي احتياجات الشباب الأقل من 30 عاماً والذين يمثلون 75% من إجمالي سكان مصر، وستقام أحياء جديدة تلبي احتياجات أجيال المستقبل. القاهرة العاصمة الجديدة هي توسع جديد في العمران، وسوف تتصل بالقاهرة الكبرى عبر شبكة مواصلات عامة. تهدف المدينة لإنشاء عاصمة جديدة للمصريين تضم مجموعة متنوعة من الأحياء متوسطة وعالية الكثافة، تضمن وسائل مواصلات رئيسية إلى القاهرة بما يحقق التكامل الإقليمي للمدينة. تم وضع سلسلة من مشاريع التنمية الرئيسية المحفزة في قلب المدينة المستقبلية، من بينها منطقة مخصصة للجهات الحكومية، منطقة مستقبلية لمركز المدينة، منطقة ثقافية، منطقة المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، منطقة الرعاية الصحية والترفيه، منطقة الجامعات، مجموعة متنوعة من الأحياء الجديدة لجميع فئات الشعب المصري. الهدف تصميم مدينة عالمية لمستقبل مصر.
الحي الإداري الجديد سيكون مركزاً مهماً لتوفير فرص عمل لسكان القاهرة الكبرى، وسيكون هذا الحي الذي يمثل أحد معالم العاصمة الجديدة مفتوحاً ومتكاملاً، ويمكن لجميع سكان المكان التجول فيه بسهولة. عاصمة جديدة توفر الأحياء التي يحلم بها الجميع من خلال وجود الأحياء الحضارية والمباني العمرانية العصرية الحديثة. ستكون العاصمة القاهرة نموذجاً عالمياً للقرن 21. بحساب المخاطر وبحساب الفرص، هذا المشروع يستفرد لوحده، بيأخذ عدد كبير جدا أو جزء الأكبر من الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها. احنا بنتكلم عن 45 مليار دولار. هل سيوفر الفرص التي توازي حجم هذا الاستثمار؟ وهل كان أولوية؟ وهل راعى التصميم والتنفيذ والمكان حسابات المخاطر والفرص؟ وببدأ من عند حضرتك من الناحية الاقتصادية دكتور أحمد. هو يعني من حيث التوجه حلو قوي، كويس قوي ان احنا نكون بنفكر في شيء حضاري، يعني ايه يضاهي عواصم كبرى في العالم. ولكن هل التوقيت الحالي دي كانت أولوية؟ ده انا عايز اقول لحضرتك، لما تنقلي العاصمة هنا انت بالظبط عاملة زي ايه، تصحي الصبح تلاقيهم قفلوا الفتحات اللي هي الناس بتعمل يوتيرن منها وبتلف من الشارع ده، رحلوا الزحمة للميدان من هناك عشان بس الحته دي كانت الناس بتشكي منها، خلاص قفلنا لك دي، ما حدش هيلف من هنا، بيلف ورحل الزحمه الناحيه الثانيه. عايز اقول لحضرتك الفكر القديم اللي حكم نقل العاصمه من خمسينيات القرن الماضي لحد النهارده، النقل الجديد بتاع العاصمه هو نفس الفكر. ازاي؟ اللي هو عباره عن الهاردوير، يعني ايه نقل الحاجات، هحط الناس هنا، اسكنهم هنا، اعمله. الفكرة النقل اصلا اللي ما اخدتش بيها العاصمه القديمه هي اللي ما اخدتش برضو بيها العاصمه الجديده. يعني اين مركزيه مركزيه الاداره في الوزارات والهيئات والجهات التي كانت في العاصمه القديمه؟ جنابك رحت نقلها لي جوه العاصمه الجديده. عارفه حضرتك يوميا جوه القاهره باحصاءات وزاره الداخليه يوميا ما يزيد على 32 مليون رحله مروريه، رحله يعني رايح كده رحله، راجع كده رحله، سواء كانت سيارات خاصه او نقل عام، كل انواعه. قرب 32 مليون رحله يوميه قاهريه. ده معناه لما تيجي تحسبيهم بقى، اصلا القاهره لوحدها فيها من 15 ل 17 18 بيخش عليهم زائريه لا تقل عن 14 مليون في اليوم. انت ما عملتش حاجه غير انك هتاخدهم من القاهره الحاليه توديهم للقاهرة الجديدة. لكن فكرة نقل العواصم ووجود عواصم إدارية فكرة موجودة في دول كتيرة جدا. هقول لحضرتك يسبقها حاجة أذكى بكتير من كده وأرخص بكتير، اللي هي النقل الرقمي للعاصمة، الحكومات الإلكترونية قصد حضرتك. بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ الناس دي لو سألناها أنتوا بتيجوا أصلا للوزارات دي ولمجمع التحرير عشان إيه، اللي هم ال 15 ولا ال 14 مليون رحلة إضافية دول يوميا بيستهلكوا وقود، بيعملوا حوادث ونزيف اسفلت على الطريق و الى اخره من المشاكل، وتكدس في القاهره وانخفاض في جوده الحياه، ده كله عشان ايه؟ يخلص مصالحه. يا سيدي في مبنى كل محافظه كمبيوتر ينوب عن مجمع التحرير، موصول بمجمع التحرير، يدفع الراجل هناك رسومه وارخص بكتير واوفر له من كل حاجه، ولا عمل حادثه في الطريق، ولا جه زحم القاهره، ولا قريب في اهله. يبقى بالتالي كان نقدر نعمل بحاجة بسيطة جدا نقل رقمي للعاصمة، مش مكانها بالهاردوير بتاعها الزلط والطوب والرمل والأرض، لا خالص. العاصمة الحالية كان ممكن تنقحها أفضل من كده وفلترت معظم مشاكلها بالنقل الرقمي ليها. اللي بيروح لوزارة كذا في جوه المحافظة بوابة إلكترونية بالظبط وبتدفع لها رسوم. يعني اللي كان بيغرم مثلا في المشوار بتاعه 200 جنيه مواصلات على مش عارف ايه، على وقت رايح ومجهود واحتمال يتعرض والعياذ بالله الحوادث، لا ده لو الحوادث دي برضو هتبقى من ضمن إدارة المخاطر. لو جه فعلا نحسبها، لا ده لو دفع 100 جنيه هناك وهو قاعد في قريته أو في محافظته ولا عملش كل المشكلة ديت، يبقى الدولة
عارفه الكلام ده حضرتك بنقوله من امتى وطلعناه في ابحاث من امتى؟ من امتى؟ من 10 سنين ووديناه لكل الوزارات والحكومات. يعني الحقيقه برضو انا عايزه افهم هل يعني جزء كبير جدا من اللي بيجوا العاصمه سياده اللواء مش بس تعامل مع الوزارات، لكن هتلاقي حضرتك ناس كتيره جدا جايه من الارياف مثلا القصر العيني او جايه لفرص عمل تبحث عنها في القاهره لان مثلا وسائل الاعلام متركزه في القاهره او غيرها. هل كان من الافضل توجيه جزء من هذه الاستثمارات او كلها لتحديث مثلا البنيه الصحيه في القرى وفي المحافظات، لعمل مراكز تعليميه، لعمل صحافه اقليميه مثلا ممكن تخلي الناس ما تقبلش على النزوح للعاصمه، ولا كنا نحتاج فعلا لعاصمه اداريه بهذه الطريقه في تقديرك؟ صعب بالنسبه لي ان انا اقيم مشروع العاصمه الجديده لان ما عنديش الملف بتاعه وما بصيتش عليه بالصوره اللي تسمح لي بده، خصوصا ان هو كان مفاجاه بالنسبه لناس كتير في المؤتمر. هو انا عنه قبلها فتره سابقه في مجلس الوزراء ثم تم يعني السكوت عنه تماما الى ان اعلن عنه مره ثانيه في المؤتمر. بس انا ما ببص لها من الناحيه الايجابيه. عايز ابني بس على كلام الدكتور الاول، فكره الانتقال الرقمي للاجهزه الحكوميه، لو هنتكلم على وزاره الداخليه على سبيل المثال، النهارده هم بيشتغلوا في مشروع اعتقد ان هو هيشوف الضوء في خلال شهرين، الربط الرقمي، وبالتالي حضرتك ممكن تطلعي بطاقتك مجرد دي تخش على الانترنت. عندنا ناس عندها أمية كتير فما بتعرفش تعمل ده، هيتعمل لهم مكاتب فرعية في المحافظات، الرقم القومي، البطاقة، الباسبور، أنا آسف الباسبور، رخصة العربية، رخصة القيادة، كل الحاجات دي هتطلع وحيك قاعدة في البيت عندك ببريد إلكتروني وبريد فيزيكال، يعني يجي لك الحاجة لحد البيت. مفروض ان بقيه القطاعات تعمل كده الا القطاعات الخدميه، يعني احنا هنلاقي زي ما حضرتك تفضلتي في ناس بتيجي عشان تتعالج لان مستشفى عندهم في الوحده القرويه اللي عايش فيها المستوى اللي فيها مش متحكم او مفيش خالص. فهنا ده دور الحكومه. انا مش عايز اربط ده بالتحول في فكره العاصمه الاداريه، لان ممكن جدا تكون فكره العاصمه الاداريه شيء طيب من ناحيه اولا ان حضرتك بتوجدي مكان فيه قدره للعمل واستيعاب الاخرين والتصميم الجيد، لان احنا النهارده شفنا القاهره بقت مكتظه كده، الحركه فيها بقت ممكن تاخد وقت اكتر من اللي المفروض تستنفذه بكتير. ده ليه انعكاسات اقتصاديه سواء على البنزين وخلافه وبما فيها حتى من الحاله النفسيه للموظفين. ده من ناحيه ثانيه، احنا في مصر كان في الفتره اللي فاتت كنا شايفين ان او الناس كانت شايفه ان مصر فعلا بتخمل وصعب ان انت تاخديها. لو جيت النهارده تتكلمي في قطاع واحد من القطاعات اعتقد ان هو ممكن هتفضلي ايه؟ ما انت عندك كله مهم جدا، سواء كنا بنتكلم على الصحه حضرتك او التعليم او ففكره ان انت تعملي عاصمه او عقل جديد يفكر بصوره متحضره احسن في مكان well structured فيه الحاجات بتاعته موجوده بطريقه تقدر تجذب مستثمرين، انا بعتقد ان هي يعني مكان بلاتفورم الناس تشتغل عليه زي دبي. يعني دبي مع تقدير الشديد هل القرب الشديد من العاصمه، احنا بنتكلم في مساحه قريبه جدا يعني مساحه 25 كيلو على يعني من القاهره، فالبعض لديه خوفتنا بعد شويه خلاص هتلحم زي ما بيقول. وانا اعتقد ان ده كان جزء من الكلام اللي قاله الرئيس قبل ما يتم انتخابه كرئيس جمهوريه، ان هو عايز يتوسع في المحافظات الحاليه ويتم مدها بصوره افقيه او عرضيه بحيث انها تقدر تلحم مع اللي فات، لان احنا لما كنا بنعمل محافظه جديده على بعد اميال كبيره من العاصمه بتاعتنا او من المكان اللي الناس عايشه فيه ما بتقدرش تنتقل هناك عشان فكره الترابط الاسري ومفيش مش عايز يبعد عن اسرته، وفي نفس الوقت ما كانش في وسائل مواصلات. فالنهارده لو المساحه الفيزيكال مش بعيده قوي وفي نفس الوقت في وسائل مواصلات متميزه تقدر تنقل المواطنين، ده مهم. المشروع في حد ذاته ممكن اكيد كان فيه حاجات افضل، ممكن تكون حاجات نقدر نحطها وندخ بيها في اتجاهات معينه، ولكن فكره ان حضرتك بتاسسي المكتب اللي انت هتشتغلي فيه وتبتدي تستقبلي الناس وانت مؤهله عشان تعملي معاهم شغل، اعتقد ان ده كان مهم، خصوصا في وقت زي ما كنت بقول لحضرتك الناس كانت معتقده ان مصر غير قادره على انها تفتح صفحه جديده من التنميه. طب انا عايز برضه اسال على جزئيه اخرى، الجزئيه المتعلقه ب يعني كل الناس يعني في اتفاق عام كده تحول الى مساله مسلم بها ان اي نهضه ممكن تحدث في مصر او في اي دوله عليها ان تبدا بالتعليم، وطبعا نحتاج الى استثمارات كثيره في مجال الصحه. هل المجالات الخدميه كانت موجوده على اجنده المؤتمر الاقتصادي ولا ده مش محلها، مش مفترض انها تكون مطروحه في هذا المجال؟ لا ده باعتبارها مش استثمار يعني مادي او اقتصادي بالنسبه للمجزي للمستثمرين. هقول لحضرتك هناك بقى يعني حضرتك كده بتفتحي باب اخر كانك سالتيني سؤال، ما هي اهم المشروعات الكبرى التي غابت عن المؤتمر؟ بصراحه هل كان انا بسال هل كان عليها انها تكون موجوده؟ لازم تكون موجوده، لازم. هل ده مجال استثمار يقبل المستثمر الاجنبي اللي جاي يحط فلوسه فيه؟ وليه العائد؟ انا هقول لحضرتك، عارفه حضرتك لما المستثمر اللي وافد عليكي يجي لك عشان يبدا ياسس معاكي حاجه
ما في دولة غير ما بيكتب اسمه في تاريخها أسس كذا عمل كذا، ده بيبقى جزء من تاريخ هذا البلد، لأنه أسس بنية تحتية في التعليم، بنية تحتية في الصحة، مش عارف إيه. يعني أنا كنت في مجموعة سعودية مثلا كانت قبل المؤتمر بتتكلم، بس الظروف ما حالت دون وجودها في المؤتمر، كانت بتتكلم، كنا بنتكلم أو بنتفق على الآتي. مجموعة عليها استثمارات في 24 دولة في العالم، بيتكلموا، قلنا اتفقنا على الاستثمار في الصحة، التأمين الصحي تحديدا، التأمين الصحي اللي هو بتاع الغلابة، التعليم الأساسي، وبعض الخدمات المعاونة لبعض الوزارات اللي هي محدش بيحب يقرب منها من المستثمر. لما بنحط الكلمتين جنب بعض بيخاف ناس كتير، لان معنى دخول قطاع خاص او مستثمرين اجانب في هذه القطاعات فورا ترجمتها عند المواطن العادي هي اختراق، لا مش اختراق وبس، رفع الكلفه، تحويلها الى مشروع ربحي، في حين انها مفروض انها خدمات بالنسبه لل... بصي حضرتك الكلام ده كله بيحكمه تعاقدات واتفاقات، فبالتالي بيبقى معروف هذا المستثمر ربحه على اجل اطول، ولكن بيبقى في طب هو هيستثمر ليه؟ يعني اذا كان ربحه على اجل اطول وربحه اكيد مش هيكون زي ما يستثمر مثلا في انه يعمل وحدات سكنيه ويبيعها فورا فياخد العائد. لا هو عايز يبقى مستثمر لفتره طويله، مستثمر معاك لمده 30 سنه مثلا، فبيتعاقد معاك فتره استرداده اطول من المستثمر في السلع وفي العقارات وفي الحاجات المنظوره. على سبيل المثال التعليم، يعني لما يستثمر معاك مستثمر مش مصري في التعليم، طب هيستثمر ده على ما يتخرج كام جيل عشان يبدا ياخد؟ لا هي الفكره مش كده، المستثمر له حساباته والدوله ايضا والمجتمع له حساباته، يعني في حسابين متوازيين جنب بعض لنفس المشروع، مشروع نهضه التعليم المستثمر بيحسبه بطريقه متى يسترد امواله، ولكن مش بالاسلوب بتاع بيع العقارات. طب هل نقدر نقول مثلا بشكل من الاشكال ان حدوث طفره اقتصاديه حتى لو كان في مشروعات أخرى مش متعلقة بالخدمات ده ممكن يترتب عليه أن توفير فائض يتم استثماره في المشروعات الخدمية بحيث أنها تكون طبعاً. على أساس أن مفترض أن نهضة أي دولة أو نهضة أي أمة راجع أي تاريخ هتلاقيه بدأ من جوه مش من بره، فلذلك من جوه دي بتبقى فاكرة لما جمعنا فلوس لقناة السويس في قد إيه؟ من جوه. صحيح صحيح صحيح. فبالتالي حاجات الكبيرة دايما بتطلع من جوه. مفيش على فكرة أجانب في أي دولة على مدار العالم في تاريخ التنمية الاقتصادية على مستوى العالم إن الأجانب هم اللي عملوا تنمية جوه دولة. وده اللي أنا كنت بقوله. عارفة الصين على سبيل المثال لما أول رؤوس أموال اكتسبتها وعملت بيها نهضتها كل ولادها المهاجرين بره والقرفالين من الحزب الشيوعي بتاعها ومش عارف ايه وبتاع بدات تسترضيهم باساليب جديده واتفاقات جديده وان في تعاملات وان في اتفاقات و الى اخره. رؤوس الاموال اللي بدات ترجع بتاعه المهاجرين الصينيين الاوائل فهي اللي بدات ترجع. الاجانب لما بصوا على الصينيين اللي كانوا معاهم في الاسواق بره بدا يخشوا هم كمان اكتسبوهم جوه الصين. فبالتالي البذره والنواه الرئيسيه لازم تبقى وطنيه. تمام. فبالتالي الفترة اللي احنا فيها المؤتمر تحديدا شهد غياب حاجات هامة جدا. على سبيل المثال لم اجد شيء او حد اتكلم عن اقتصاد المعرفة غير الدكتور احمد زويل. هم دلوقتي بيقولوا ان المؤتمر ان شاء الله يعني فيه الرئيس كان بيتكلم عن انه بقى مؤتمر سنوي فده ممكن يفتح الباب لما غاب ان يحضر في السنوات القادمة. ده ما فيش مشكلة انه يتشغل من الشهر الجاي مش شرط مؤتمر. تمام. هو خلاص انت بقيت معروفة انك عن انتك باب تنمية. تمام. سيادة اللواء لو بنحسب المخاطر قدام الفرص ازاي نقدر نديل المسألة باختصار؟ هو زي ما حضرتك تفضلت وكان الدكتور بيتكلم هي فكرة ويمكن جزء حاجة تفضلت بيه فكرة الأمل، فكرة ان المشاريع الاستثمارية لما هتكون موجودة هتعمل دورة رأس مال في البلد ليها كذا مردود إيجابي. اولا فكره ان احنا عندنا امل وعندنا في نور جاي في اخر الطريق، عندنا في فلوس ابتدت تتحرك في البلد، البلد اللي كانت الناس فاهمه ان هي ركدت ابتدت تحصل فيها حركه راس مال ودوران. الاستثمارات اللي هتيجي هتعلم الشباب ان هو ازاي يكسب فلوس وبالتالي يقدر يبني حماه. والوزاره اللي احنا عملناها الجديد اللي هي بتاعه تنميه المهارات الفنيه دي من شانها انها تفتح فرص عمل كتير خصوصا في دوله هيبقى فيها بناء في المرحله اللي جايه. انا بعتقد ان دي كلها بشارة.